عند مدخل مدينة روسو تنتظر هذه الشاحنات مشكلة بذلك طوابير ممتدة حتى خارج المدينة. يحدث هذا في ظل اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم حركة العبور في هذه الأيام التي تشهد فيها الضفتان عبور الآلاف من زوار ومريدي مدينة طوبة السنغالية التي ستشهد الأحد القادم فعاليات موسم ماغال، موسم يتداعى له الملايين من مختلف ربوع القارة، وتعبر نسبة كبيرة منهم عبر هذه العبارة ضمن رحلات متواصلة طوال النهار. نحن ننتظر هنا اكتمال الإجراءات المرتبطة بالعبور، وريثما تنتهي سننطلق إن شاء الله صوب مدينة طوبة لزيارة مشايخنا في موسم ماغال الذي نحضره كل عام ضمن أفراد العائلة. نلتقي بأحبتنا هناك ونزور المعالم الدينية في مختلف ربوع طوبة ونصطحب الهدايا لنتبادلها مع الأهل والأقارب طيلة أيام ماغال. ناس يشوفوا السنغال قاسين النمجات والنمجات يقيسوا من هون قاسين السنغال. نحن خوت، نحن هاوس رايفينا مبين هوك ومبين ولا ما يقدر شيء يقلعوا ليتم بالصيف الى من سابق خلاقتنا ليتم بها الى نموت سنغال ومرتن دول خوت. حركة المسافرين نحو مقل طوبة تنعكس بشكل إيجابي على السوق المحاذي للعبارة، خاصة المحلات التجارية والمطاعم، في الوقت الذي تنتعش فيه اليد العاملة على مستوى الضفتين. مقل هذا على حسب أو المناطق اللي في الحدود، معلوم لهم ينعش تجارتهم وزين لهم، معلوم تخليك حركة تجارية به اللي يعودوا هناك الزوار وهناك الناس اللي جايبة البضائع تبيعها. وعلى كل حال ينفع القوارب، ينفع اقتصادها وينعشها ويحرك الدشرة، ومعلوم لها اللي ينفتحوا الحدود وتجي الناس وتجي جايبة تجارتها وحالتها قطعا ينفع الناس كاملة اللي محاية للنهر، معلوم لها يحرك تجارته. طبعا طيلة أيام الزيارة نحن هون نعرف الفطر، طيلة الأيام اللي مضهوم إله ماشيين وجايين دائما لكن نشاطي تم لا متواصل لين يرجع شهر السنغال. نفس الشيء ما قلت كذلك اللي يخلق فيه نشاط تجاري الباس فيه. ويلعب هذا النوع من التظاهرات الموسمية في البلدين دورا بارزا في انتعاش المدن الواقعة على الضفة، إضافة إلى تعزيز العلاقات الأخوية والاجتماعية بين شعوب البلدين. عبد الودود، الموريتانية، مدينة روسو.